تعالوا بقى النهارده نعمل شويه سندوتشات صدق عربي بجد، حاجه كانت طعمها وريحتها رهيب. هقول لكم على المكونات، حاجات بسيطه قوي وهتعملوه في 10 دقايق. اول حاجه جبت الصدق زي ما انتم شايفين كده، قطعته بالنص وابتديت ان انا حطيته على جريل سخن، ولو ما عندكوش جريل عادي تقدروا تستخدموا طاسه. ببتدي ان انا اشوحه لحد ما يبقى 3 ارباع سوا. بعد كده بحط عليه ايه؟ بحط عليه شويه فلفل الوان متقطعين شرايح وشويه بصل متقطعين شرايح، واقلبهم معاه تقليبتين. وبعد كده هنزل بشويه طماطم شرايح وفلفل اخضر صغير حراق لو انتوا حابين، لو مش حابين خلاص مفيش اي مشكله، وشويه بقدونس، وبقلبهم لحد ما الخضروات بتاعتي دي كلها تستوي نص سوا. ببتدي ان انا احط البهارات، شويه شطه وشويه كمون وفلفل اسود وملح، ما بحطش حاجه تانية اكتر من كده، وابتدي ان انا اقلب. طبعا الصدق عندي بيكون هو فيه طعم وفيه التتبيله بتاعته وفيه البهارات بتاعته، انا بحط البهارات دي عشان الخضار يبقى ليه طعم، تمام. بعد كده ببتدي ان انا اعمل السندوتشات بتاعتي. زي ما انتم شايفين جبت الخبز العربي او خبز فينو، بحط فيه معلقه مايونيز وبحط شويه خس، وبعد كده بحط الصدق وعليه شويه سيراشا صوص. طبعا في ناس اكيد عارفه الصوص دوت، او تقدروا تحطوا عادي هوت صوص مفيش مشكله لو ما لقيتوش الصوص ده. وهبتدي الف السندوتشات بتاعتي كويس واحطها على الجريل او في طاسه برده تاني، اعمل لها بس توست شويه كده واقطعها واحط معاها بطاطس محمره والف هنا وشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واكسبلور عشان الكل يستفيد.